شكرا شكرا اعزائي شكرا 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 شكرا. القوقعة الاصطناعية اسم غريب شوي، لكن هذه القوقعة تساعد اطفالكم على استعادة السمع حتى لو كانوا فاقدين السمع او يسمونه السمع المعدم، ولكن هناك شرط لنجاح العملية وهو الاكتشاف المبكر لمشكلة السمع، والباقي على الله سبحانه وتعالى اولا. وعلى عيادة في مستشفى دبي، هذه عيادة خاصة مهمتها الكشف الدقيق والمبكر لضعف السمع. مساء الخير. رحب بكم في برنامجكم فيتامين من تلفزيونكم تلفزيون دبي. أعزائي، ضعف السمع منتشر في دول الخليج وتزيد النسبة 7 أضعاف عن المعدل العالمي، والأسباب بنعرفها بعدين، لكن مستشفى دبي عنده الحل. فحتى شهر يناير من هذا العام تمكن قسم الأنف والإذن والحنجرة من إجراء 40 عملية زراعة قوقعة اصطناعية، وكانت نسبة النجاح 100%. ومن بين العمليات عملية نادرة أجريت لطفلة تطلبت زراعة جذع للمخ، ولهذه العملية أيضا قصة بنعرفها من ضيوفنا. وأحب أقول لكم أن نجاح عمليات زراعة القوقعة جعل المؤتمر الخليجي العاشر يعتمد مستشفى دبي لزراعة القوقعة في دول الخليج. يسعدني الحين أرحب بضيوفنا الكرام، واللي هم الدكتور جمال قسومة استشاري الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى دبي، ودكتور محمد فوزي استشاري أمراض السمع والتوازن بمستشفى دبي. نرحب فيهم دكتور جمال ودكتور محمد. أهلا وسهلا فيكم دكتور. أهلا وسهلا فيك دكتور محمد. كيف حالك؟ تفضلوا. الله يعطيكم الصحة والعافية. طبعا ما قصرتوا، تكلمنا نحن أمام هذا الصرح مستشفى دبي، تكلمنا في حلقة سابقة عن الخدمات المقدمة في مستشفى دبي، ومن ضمن الخدمات نحن نتكلم عن طبعا خدمات للمشاكل اللي ممكن تطلع في الإذن والأنف والحنجرة. طبعا نسينا في الحلقة السابقة نسينا نشكر خدمات الإسعاف بالفعل، على رأسهم الأخ وزميل والصديق خليفة بن دراي المدير التنفيذي، فبالفعل أشكرهم لأن خدماتهم جليلة والله يعطيهم الصحة والعافية ويوفقهم جميعا. دكتور، تكلمنا عن زراعة القوقعة وتكلمنا عن أشياء كثيرة تقومون بها في مستشفى دبي بالنسبة للإذن والأنف والحنجرة، شو هي الخدمات اللي تقدمونها في هذا المجال؟ زراعة القوقعة، حنبدأ بأول زراعة القوقعة. تتميز مستشفى دبي بوجود فريق متكامل لزراعة القوقعة، واللي هو يتكون من الجراح واستشاري السمعيات واستشاري التخاطب، فإذا هو عمل فريق متكامل، بالإضافة إلى كل عمليات اللي الإذن أنف حنجرة، اللي هي عمليات الإذن المجهرية المتطورة المتقدمة، زرع السماعات العظمية، وعمليات الأنف من تجميل أنف، جراحة تنظيرية، استئصال البوليبات الأنفية. انضمننا استشاري جديد كمان ممكن أورام الرأس والعنق يقوم فيها. فإذا يوجد في مشهد في فريق متكامل لزرق القوقعة أولا ولكل عمليات الأذن والأنف والحنجرة ثانيا. زين، نحن تكلمنا دكتور محمد رحب فيك في حلقتك الثانية، هذه الحلقة الأولى كنت مع الدكتور حسين عبد الرحمن الله يعطيه الصحة والعافية، وطبعا نهنئه على منصبه الجديد، انتقل من مستشفى دبي إلى وزارة الصحة. كلنا في النهاية نخدم الوطن، يعني سواء كنا في وزارة الصحة أو كنا في هيئة الصحة في دبي، هيئة الصحة في أبو ظبي، كنا نحن في خدمة شعب الإمارات العربية المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة. تمام. تبدأ الأول المريض اللي احنا شكينا عنده فقدان في السمع، بيجي عيادة أمراض السمع والتوازن عندنا، بنعمل له فحوصات كاملة خاصة بالسمع، وبنقدر نحدد إذا كان في فقدان أو ما فيش فقدان، ولو في فقدان بنقدر نحدد إيه أنسب طريقة علاج بالنسبة له، إذا كان نستخدم سماعة طبية أو نفكر في موضوع زراعة القوقعة. ولو قررنا موضوع زراعة القوقعة بيتم عمايل بعض الفحوصات أخرى غير فحوصات سمعية، أشعات على منطقة الأذن الداخلية، أشعة مقطعية وأشعة مغناطيسي، عشان نشيل احتمالية أي وجود عيوب خلقية موجودة في الأذن الداخلية تمنعنا من موضوع عملية زراعة القوقعة. وبعد ما يتم القرار بأخذ زراعة القوقعة بيتم طبعا تبليغ الأب والأم أن الطفل ده ينفع له زراعة قوقعة، وبيتابع معنا في العيادة، وبعد كده بيتم اجتماع فريق الكامل اللي هو خاص بزراعة القوقعة، أنا والدكتور جمال، والدكتور جمال برضو معنا تاني بتاع التخاطب، وبناخد القرار النهائي بالنسبة لزراعة القوقعة، وبنحدد الجهاز والجهة اللي هنعمل فيها الزراعة، إذا كانت يمين أو يسار أو في الناحيتين، وبندي المريض موعد العمليه وبنتوقع الله ونعمل. شو تتميزون فيه كمستشفى دبي في هذا المجال؟ ان احنا فريق اللي هو مش موجود في اماكن ثانيه، ان احنا فريق طبي متكامل مع بعضنا، فريق طبي بيغطي كل النواحي اللي هي
عايزينها عشان يكون يعني فريق طبي ناجح عشان زراعة القوقعة. زين بس أنت قبل الحلقة أخذتني على غرفة السمعيات وقلت لي هذه التقنيات اللي موجودة عندنا وذكرت لي أن مستشفى دبي يعتبر ك بالنسبة لهذا هنا أول مركز. تمام. ممكن تشرح لي شو اللي أنتوا أول مركز فيه؟ من خلال التخصصات ومن خلال الأجهزة. يعني الاثنين دلوقتي مكتملين، التخصص كامل موجود والأجهزة كاملة ما شاء الله برضو موجودة. زين. فعشان كده طبعا تميزنا عن أي مكان آخر. زين. نرجع نحن دكتور جمال. دكتور جمال، مسألة ليش الأمراض يعني هذه شائعة عندنا في منطقة الخليج أو في دولة الإمارات بالنسبة لضعف السمع، ليش هذا موجود عندنا كثير؟ لا، بالنسبة للإحصائيات العالمية 1 بالألف من حديثي الولادة يولد أصم من غير سبب، فإذا في 1 بالألف. بس نتيجة ببلادنا مش بس بالخليج، بكل معظم الدول العربية نتيجة زواج الأقارب بتزيد هالنسبة. لذلك يعتبر زواج الأقارب أحد العوامل الرئيسية لزيادة النسبة مقارنة بالنسب العالمية. يعني أنا عامل دراسة على 225 مريض، طلع الثلث قصة عائلية إيجابية، يعني في أصم بالعائلة. الثلث الثاني الأب والأم أقاربين، أولاد عم، أولاد خالة، أولاد خال. فإذا الثلثين نسبة 225 طفل مثلهم زراعة قوقعة، الثلثين في قصة وراثية. لذلك نحن دائما منوجه رسالة عبر الإعلام، عبر قناة دبي. نعم. اللي ما شاء الله منتشرة، برنامجك الناجح جدا. الله يعطيك الصحة. رسالة منوصلة، إذا في قصة عائلية بالعائلة يجب تجنب الزواج الأقارب ما أمكن. زين، إذا نحن نتكلم طبعا هم عامة الناس، إذا قصة مثلا لما نتكلم عن القصة في العائلة هذه. نعم. عن شو نتحدث نحن؟ هل هو معني ضعف السمع؟ ضعف السمع. أو كيف ممكن أعرف أن أنا عندي هذه المشكلة في العائلة؟ وقت بيكون في طفل عنده نقص سمع، إجا لعند مثل مشفى دبي، مختبر متطور للسمعيات، اكتشف عنده نقص السمع. بهالعائلة هي يجب تجنب زواج الأقارب، وخاصة إذا الأب والأم قرايبين. فإذا تشخص طفل أصم، طبعاً في دراسات وراثية ممكن تنوجد المورثة المسؤولة عنه. ممكن يروح على اي مختبر وراثي ويتاكدوا الاب والام انه المورثه موجوده وكيف طريقه انتقالها، هي مسيطره ولا متنحيه. بنعمل دراسه وراثيه وبالتالي ممكن نتجنب الاصابه ما امكن. من الاسباب الثانيه اللي هي التسمم الدوائي، بعض الادويه تعطى ببعض العنايات المركزه ممكن تكون سامه للاذن. التهاب السحايا ممكن يكون سبب، لذلك يجب بعد التهاب السحايا يجب اجراء اختبارات سمعيه للتاكد من عدم وجود اصابه سمعيه. يعني طبعا نحن مثل ما تحدثت دكتور انه بالفعل نحن في المنطقه هذه تكلمنا عن مساله زواج الاقارب. نعم. وتكلمنا عن بعض الامراض اللي هي ممكن تنتشر وتاثر على الاطفال حديثي الولاده كذلك. نعم. دكتور هل عندك اي اضافه على كلام الدكتور جمال؟ هو عموما يعني اشهر سبب زي ما الدكتور باكد طبعا كلام الدكتور جمال، اشهر سبب وراء ضعف السمع اللي هو ضعف السمع الوراثي، اللي هو دائما ناتج عن زواج الاقارب. ودايما برضو زواج الاقارب يعني بقى فيه صفات دايما نقسمها، فيه صفات متنحيه وصفات دائمه. صفات سائده. بالظبط. الصفات السائده دي بتظهر في كل الاجيال، يعني لو معروف مثلا ان في اسره او عيله عندهم صفه سائده خاصه بموضوع السمع، يعني دايما يحصل عندهم الاجيال بتاعتهم يحصل فيها واحد او اثنين او ثلاثه عندهم ضعف سمع، فطبعا لازم يعيدوا التفكير يعني 1000 مرة قبل ما يتجوزوا من بعضهم. صح. اعزائي المشاهدين، تكلمنا عن الاسباب، وخلوا بالكم لان بالفعل الدكاتره ركزوا على مساله زواج الاقارب اذا عندكم مشكله في السمع في العائله. فاصل وبنعود لكم مره ثانيه، خليكم يعني. مرحبا بكم من جديد في برنامجكم فيتامين. أعزائي، الإعاقة السمعية من أكثر الإعاقات انتشارا في العالم، يعاني منها حوالي 10% من سكان العالم ودول الخليج العربية. تعتبر من أكثر الدول اللي يعاني فيها السكان من ضعف السمع، وكثيرين من اللي يعانون من ضعف السمع ما يدركون هذا، وطبعا هذا يخلق لهم مشاكل في التواصل مع الآخرين، مشاكل اجتماعية ونفسية يمكن عملية تكون كذلك. خلونا نتعرف أكثر على مشاكل السمع وأسبابه بشكل عام وفي دول الخليج العربية بشكل خاص من خلال ضيوفنا. تكلمنا دكتور عن مسألة والأسباب اللي هي توزعت، أو تكلمنا عن ليش الخليج هي منتشرة فيها مسألة ضعف السمع. هل في أسباب ثانية ممكن يعني مثل المناخ أو هذه الأشياء، هل إلها دور في مسألة ضعف السمع؟ هلا إذا قسمناها
حكينا من البداية خلقية ومكتسبة. الخلقية حكينا عليها زواج الأقارب أو النسبة 1% ما بنعرف من 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 شو الأسباب. المكتسبة ممكن تكون التهابات الأذن المتكررة. إذا التهابات الأذن المتكررة ممكن تصير انتقاب بالطبلة تسيل الأذن تعمل نقص سمع، هذا اسمه نقص سمع توصيلي. نعم. ممكن أمراض تانية يكون مثل تصلب عظمة الركابة اللي هي ثالث عظمة تنقل الأصوات من الأذن الوسطى إلى الأذن الداخلي، يصير فيها تكلس وتصلب وبالتالي بتؤدي إلى نقص سمع. حكينا التهاب السحايا ممكن تعمل، فإذا هي من ضمن الأسباب المكتسبة. ممكن أوقات نقص سمع بسيط يصير عند الأطفال بالطفولة المبكرة. نعم. سببه نحن نسميه التهاب الأذن الوسطى المصلي بالعربي، هو وجود سائل خلف غشاء الطبل. بتلاحظ الطفل بالمدرسة خف انتباهه، ما عم يركز كثير مع المدرس، بيفتكروا انه والله طفل كستان، هو ما عم يسمع كثير الدرس، او الطفل اللي هو بيطور تطور الكلام بتلاقي نوعية الكلام تراجع عنده. لذلك اذا في اي اهل لاحظوا على طفلهم كذا يجب استشارة الطبيب فورا واستشارة اختصاصي السمعيات ليتم تقييم الطفل بشكل كامل. هي كلها الحالات قابلة للمعالجة، كلها حالات بيكون العصب سليم بس هو في خلل بتوصيل الأصوات إلى الأذن الداخلية. هل الحمل له دور؟ يعني مثلا أثناء الحمل ممكن تصاب المرأة ولا شيء بحاجة؟ نعم، إذا أصيبت بالحصبة الألمانية بالثلث الأول من الحمل ممكن يؤدي إلى صمم الولد. شو ننصح المرأة يعني إذا كانت حامل، شو اللي ما تسويه على أساس تتجنب مشاكل السمع أثناء الحمل؟ فرضا إذا في حد قريب أو بالعائلة عنده حصبة ألمانية ما تزوره نهائيا ولا تقرب عليه نهائيا، وتجنب الأدوية السامة للأذن أثناء الحمل. زين، نرجع للدكتور محمد. دكتور محمد، موضوع طبعا انتشار ضعف السمع، من خلال فحصك يعني للمرضى اللي هم يترددون على العيادة، شو الأسباب اللي أنت تشوفها يعني بنظرك أن هي بالفعل مكثرة ولها دور كبير في مسألة ضعف السمع؟ تأكيدا برضو على كلام الدكتور جمال، يعني برضو يعني ممكن أقسمها اللي هي الأسباب الوراثية والمكتسبة. الوراثية احنا اتكلمنا فيها اللي هي الحاجات اللي نتيجة زواج الأقارب وكده. المكتسبة ممكن نقسمها بقى، ممكن نتيجة أدوية، في نوع من أنواع الأدوية بنسمها أوتوتوكسيك دراجز، اللي هي الأدوية اللي لها تأثير مباشر على الخلايا الشعرية اللي موجودة في القوقعة بتاعت الأذن. ده يفضل دايما أن المريض يجي لنا العيادة ونلاقي عنده بداية ضعف سمع، بنديله ورقة كده لست التعليمات ونقول له يفضل ما ياخدش من الأدوية دي لأنها بتعمل ضمور في القوقعة أكتر وبالتالي تعمل ضعف سمع أكتر. في ضعف سمع يعني مثل النظر، ساعات مثلا واحد يفقد بصره لكن مرتجع يعني ممكن يشوف مرة تمام ثانية. تمام. وفي فقدان بصر ما يشوف. تمام. لازم في نفس المسألة في الأذن. بالضبط. في حاجة مثلا ممكن السمع يرتجع. تمام. في سمع ما يرتجع. لازم هو عادة وعادة مرتجع أو غير مرتجع يرجع لمكان الإصابة. نعم. عادة الإصابة اللي هي بتبقى في الأذن الخارجية أو في الطبلة أو في الأذن الوسطى عادة بتبقى مرتجعة. يعني ممكن يتظبط مثلا عن طريق يعني مثلا لو سبب في الاذن الخارجيه وجود شمع، لو الشمع اتنظف السمع يرجع مره تانية. لو في ثقب في الطبله وعمل ترقيع للطبله السمع يرجع مره تانية. لو في الاذن الوسطى تيبس في عظمه الركاب وتعمل عمليه للتيبس في عظمه الركاب السمع يرجع مره تانية. انما عاده اصابات الاذن الداخليه ما بتتصلحش عن طريق الادويه او العلاجات، بتتصلح عن طريق السماعه، يعني ما بترجعش لوحدها، عن طريق السماعة أو زراعة القوقعة. زين دكتور، أنا بغيت بالنسبة للأم مع الطفل في البداية على أساس أن نحافظ على السمع عنده يكون سمع ممتاز، يعني مع خلنا نقول نحن تربية السمع، يعني نحن لما نربي الطفل ينمو كيفية النمو الصحيح، سواء هي نحن تكلمنا عن التربية الجسدية أو الحفاظ على جسد الطفل، خلنا نقول الحفاظ على السمع. كيف الأم مفروض تتصرف مع الطفل منذ البداية؟ هل مثلا التقنيات لها دور؟ مثلا الحين نلاحظ كثيرا ان الشباب يحط لك السماعه باصوات يعني عاليه جدا، او ممكن يكون في مكان صوت صاخب جدا. مساله السيارات والدراجات والامور هذه كلها، اذا تبدا الام يعني تحافظ على سمع الطفل من البدايه الى ان ينمو، شو الاشياء اللي ممكن هي يعني تتبعها؟ هلا اهم شيء اذا لاحظت، هلا السمع والنطق مرتبطين مع بعضهم ارتباط مباشر، اي حاله تاخر نطق يجب نفي نقص السمع. لذلك الأم بدها تراقب موضوع ارتكاس الطفل للأصوات، إنه المفروض الطفل بعمر السبع شهور إذا تطوره طبيعي يلتفت نحو مصدر الأصوات. يعني إذا سمع صوت ما التفت بالشهر السابع من تطوره بدأ يثبت رقبته ويندار حول مصدر الصوت. إذا ما اندوه حول مصدر الصوت في مشكلة. يعني كثير منركز بدور الأهل على التدخل المبكر. التدخل المبكر أنا ما فيني إنه الطفل، يعني الأهل بده يوعوا للموضوع ويجيبوه، لأنه التدخل المبكر هو أساس العلاج. فإذا لاحظت على الطفل ما عم يستجيب للأصوات يجب فورا
مراجعة الطبيب وإجراء الاستفساقات السمعية. إذا لقيت ما عم يتطور الكلام عنده رغم أن الطفل إدراكه طبيعي، فإذا هناك مشكلة سمعية يجب أن تستشير طبيب الأخصائي السمعية. ذكرت حضرتك الضجيج من أهم الأسباب بوقتنا الحاضر للأسف من النقص السمع المكتسب اللي هو بيحطوا الوكمان بصوت عالي جدا، الشباب تعرف تينيجر وكذا، ممكن تؤدي بأعمار مبكرة لنقص السمع مبكر، بالإضافة للضجيج الناجم عن المعامل. المفروض يكون في كنترول على شدة الأصوات، الضجيج الموجود بالمعمل إذا شدته عالية يجب إما وحد واقيات أو تخفيف عدد ساعات العمل. إذا كيف ممكن يعرف هذا الشخص مثلاً أنه عنده ضعف في السمع؟ كيف ممكن يقيم نفسه؟ يقيم نفسه بالتواصل، كإحساس أنه يحس هذا الشخص بالبداية، أنه بالبداية بحس أنه ما يميز الصوت. يعني ممكن بالبداية خاصة إن كان الشيخي ولا الإصابة الرضية نتيجة الضجيج تنزل الأصوات التواترات العالية. التواترات العالية فيها بالعربي اسمها الصوامت، الكونسوننت. الكونسوننت فيها الحروف الساكنة، هذول كله تحمل معنى الكلام. يعني إذا قلت له ناديت لواحد سعيد قال لك أي عيد، راحت الاس منه. فإذا بالبداية يفقد تمييز الأصوات، يقول لك أنا عم بسمع منيح، أنت ليش عم تعلي صوتك؟ أنا ما عم بفهم. هو مو عارفة أنه في مشكلة بالتواترات العالية اللي هي فيها الصوامت التي تحمل معنى الكلام. فإذا سامع الكلام بس مش فاهم الكلام. لذلك أي شخص بيبدأ بيقول لك أنا ما عندي مشكلة بالسمع، بسمع كل شيء، بس أنا الفهم، هو ما عنده فكرة أنه هذا الفهم في تواترات معينة بتنزل بتأثر على معنى الكلام. يعني دكتور محمد، كثير منهم، أنا معلش قبل سؤالك عايز أكد على معلومة تكملة دكتور جمال عن العادات السيئة بالنسبة للأمهات والأطفال، السؤال بتاع حضرتك السابق. نعم. نعم. في عادة أنا ملاحظة عندي في العيادة دايما، الأمهات لما ييجوا يسألوني سؤال مشهور جدا، إحنا بنشوف بنلاحظ وجود شمع في الأذن بتاع الطفل من برة، إزاي ننظفه؟ فأنا أنصحهم كلهم، كل الأمهات، بعدم استخدام سلكات الأذن. أنا وايد أستخدمه. تمام. وحك. لأن الأذن الخارجية عبارة عن قناة مغلقة من كل النواحي ما عدا مكان واحد بس اللي هي الفتحة الخارجية. فما بيدخل بسلكة الأذن عمياءيا بدون ما يشوف هو داخل فين بالضبط، أحيانا بيكون في كتلة شمع وبيزقها جوه، بيزقها ناحية الطبلة أكتر، فممكن يعمل مشاكل أكتر. فأنا أنصحهم بعدم استخدام سلكات الأذن إلا إذا كان في حاجة من بره بس، تنظيف خارجي فقط لا غير. إنما يدخل بالسلكة جوه ده طبعا مش مطلوب. زين، السؤال الثاني، يعني مسألة الربط ما بين تخصص الأعصاب مع تخصص الأذن. لما تكلمنا نحن هذا الشخص ما يفهم أو هذا الشخص ما يسمع، فمتى تتدخلون أو تستعينون بتخصص الأعصاب؟ بمعنى أن نحن محتاجين مساعدتكم في هذا المجال. إحنا تخصصنا عموماً اللي هي الحاجات الخاصة بالسمع بنسميه اللي هو الأوتونورولوجي، أو معنى أصح أعصاب الأذن. يعني تخصصنا بيشمل الأذن الخارجية والوسطى والداخلية، شامل أعصاب الأذن إلى المخ. فعادة إحنا ما بنضطرش بالنسبة لمشاكل السمع أو علاج مشاكل السمع، ما بنضطرش إحنا نبعت المريض إلى طبيب أعصاب. يعني إحنا قائمين تخصصنا شامل الأذن بأعصابها، فعادة ما بنضطرش ان احنا يعني نلجأ لدكتور اعصاب عشان يساعدنا بمشاكل في السمع او شيء. بس انا ممكن اقسم مشاكل السمع عموما الى مشاكل سمع طرفية ومشاكل سمع مركزية. ممكن نخليها بعد الفاصل؟ اوكي ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، شو يعني قوقعة اصطناعية؟ مو بقوقعة اللي نحصل عدال البحر او نشوفها يعني في اماكن معينة، وكيف تتم زراعة هذه القوقعة وكيف تعمل، وهل كل الاطفال يتقبلونها؟ الاجابة بعد الفاصل، خليكم معنا. جدد ترحيبنا بكم في برنامجكم فيتامين. زراعة القوقعة الاصطناعية ليست عملية سهلة طبعا، إن كانت كعملية جراحية أو ما بعد العملية الجراحية، هذا طبعا من صميم عمل الأطباء، ولكن الأهل لهم دور في الإسراع في الفحص عن قوة سمع الطفل، لأن العملية تكون ناجحة أو يعني لو أجريت هذه العملية خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل. ومثل ما تعرفون فإن الطفل يبدأ باكتساب اللغة في هذه المرحلة العمرية، وحاسة السمع ضرورية لاكتساب اللغة وتطوير مهاراته مع الآخرين، وأي تأخير في الكشف ممكن المشكلة تتفاقم ويكون الاكتشاف المتأخر صعب في معالجة هذا الطفل، وطبعا حتى دخول المدرسة فيها صعوبة، وحتى صعوبة في مستقبله. نحن نرجع لدكتور مرة ثانية. تفضل دكتور، أنت تكلمت قبل ما نشرح عن القوقعة، خلونا نشوف مسألة شرحت انت عن الطرفي والمحيط والمركزي، لكن في تقرير قبل ما ارجع لك، لان في تقرير يصور عمليه زراعه القوقعه، نبغى نشوف هذا التقرير ونرجع لك، شو رايك؟ تفضل.
خلينا نشوف التقرير وبعدين نرجع للدكتور. تفضلوا يا نشوف. تفضل دكتور، رجعنا الحين ما بعد التقرير نبغى نعرف الكلام اللي انت تكلمته ما بين المحيطي والمركزي. تمام. السمع الطرفي بمعنى السمع اللي بيبقى من خلال الاذن الخارجيه والوسطى والداخليه اللي هي تشمل القوقعه والعصب. انما السمع المركزي اللي هو بيشمل تفسير الكلام وتحديد الكلام في القشره المخيه نفسها. فحين مثلا يعني لا سمح الله المريض يكون مثلا عنده ورم في المخ او جلطه في المخ او تجمع دموي ضاغط على القشرة المخية اللي هي مسؤولة عن مركز السمع في المخ، فتلاقي السمع الطرفي عنده سليم 100%، يعني عنده الأذن الخارجية كويسة، الأذن الوسطى كويسة، القوقعة كويسة، العصب كويس، بس هي المشكلة عنده في حاجة مركزية، فده دايما صعب علاجه أو صعب تأهيله. يعني دايما السماعات الطبية ما بتجيبش معاه نتيجة، حتى زراعة القوقعة ما بتجيبش معاه نتيجة، زراعة جذع المخ ما بتجيبش معاه نتيجة، لأن المشكلة مركزية. فلازم طبعا من البداية نحدد السبب إيه بالظبط، يكون إما مركزي أو طرفي أو مركزي. نعم. دكتور، قوقعة، شو هي القوقعة؟ كيف تستخدم؟ كيف تزرع؟ شو اللي يصير؟ شو هي القوقعة؟ القوقعة هي الأذن الداخلية، شكلها يشبه القوقعة اللي بتلاقيها بالأرض. ذكرت حضرتك أنه هي لا شكلها بيشبهها، لذلك سموها الحلزون أو القوقعة لأنه بتشبه القوقعة. فإذن هي عبارة، الأذن الداخلية اسمها القوقعة، عبارة عن حلزون يشبه الحلزون موجود بالأرض، عبارة عن دورتين ونص. قبل ما نحكي آلية زرع القوقعة الاصطناعية بشكل مبسط، كيف آلية السمع؟ آلية السمع بتنتقل، بتعرف الصوت عبارة عن اهتزاز الجزيئات بالهواء، بتدخل الاهتزازات إلى مجرى السمع، الطبلة بتهتز، الطبلة بتهز عظيمات السمع، عظيمات السمع عن طريق عظمة الركابة بتنبه الأذن الداخلية، بتتحرك السوائل بالأذن الداخلية. تحريك السوائل بيحرك الشعيرات الموجودة بالخلايا المشعرة الموجودة بالأذن الداخلية بقاعدة الخلايا المشعرة في العصب. وتتحرك الشعيرات بتحرر نواقل كيميائية بتنبه العصب. مشكلة الصمم العميق اللي هو استطاب فيها زرع القوقعة، الشعيرات ضامرة جدا، قد ما قويت الصوت بالسماعة ما عم تتحرر نواقل الكيميائية، وبالتالي ما عم يتنبه العصب. عملية زرع القوقعة الاصطناعية هي زرع قوقعة داخل الأذن اللي هي القوقعة بجوار ألياف العصب السمعي، وبالتالي نتجاوز الخلايا المشعرة اللي ما عم تتنبه بالاهتزازات. فإذا نتجاوز، يعني هي أذن قوقعة اصطناعية عبارة عن إلكترود طوله يتراوح من سنتين إلى 3 سنتي على هو النوع الشركة المصنعة، يدخل ضمن لمعة الأذن الداخلية اللي هي شكلها مثل شكل القوقعة دورتين ونص، وينبه ألياف العصب السمعي مباشرة دون الحاجة للأذن الداخلية واللي هي اللي بالتالي ما عم تشتغل. زين، على اي عمر ممكن نحن نستخدم القوقعه ونزرعها؟ افضل عمر هو عمر السنه. وكيف نأهل عالميا؟ هلا حكينا بالشهر السابع المفروض يستجيب للاصوات، يلتفت بيلاقوا ما عم يستجيب نهائيا، وبالتالي يجب استقصاء تحديد العتبه السمعيه، يروح على المخبر سمعيات مشفى دبي وتوضع المعينه السمعيه بعمر 7 شهور، بندرسه من 3 ل6 شهور بعدها. اذا لقينا المعينه السمعيه لا تكفي، عندها تستطب عملية زرع القوقعة. فإذا مو كل طفل عنده نقص سمع، على الهواء درجة نقص السمع، أنواع درجات النقص: خفيف، متوسط، شديد، عميق. الزرع يجرى من الشديد إلى العميق، إذا خفيف ولا متوسط تحل المشكلة بمعينة سمعية، وبالتالي بيرجع الطفل لحياته الطبيعية. زين، تفضل. يجب التأكيد على موضوع، إن كان أطفال ولا كبار، في كثير ناس بتعارض موضوع المعينة السمعية. انا دائما بشبه المعينه السمعيه بالنظارات. صح، نفس النظارات. اذا عيب انا البس نظارات، عيب البس سماعه. صح. يلي ما بيسمع منيح مثل ما بيشوف منيح. صح. زي بعضهم تماما، لذلك مو عيب ولا اعاقه نهائيا انه نستعمل المعينه السمعيه مثل النظارات. عم تصير ببعض المدارس للاسف، الاطفال ما بيحبوا يحطوها بالمدرسه عشان يخاف، لانه عم يعلقوا عليهم يقولوا له سوري اطرش ولا كذا. لا 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 لا، السماعه مثل النظاره تماما، يجب نشر الوعي بالمدارس بين الطلاب ما يعيبوا على بعضهم انه السماعه تماما مثل المعينه السمعيه.
بالتقييم السمعي حكيت حضرتك، بس حابب ننبه لمشكله اوقات كثيره عم نواجهها. بعض اطفال التوحد يصنفوا خطا انه هن عندهم نقص سمع، هن ما عندهم نقص سمع نهائيا، هي عندهم نقص ارتكاز للمحيط. الاهل كيف يميزوا؟ الطفل بيكون انتقائي، يعني الطفل ممكن تصرخ قدامه ما يلتفت نهائيا، ما يستجيب نهائيا، بس اذا بالغرفه الثانيه او الثالثه سمع بالتلفاز برنامج هو بيحبه او اغنيه بيحبها بتلاقي ركض راح لمراقبه التلفاز. يجب التنبيه بين الطفل. كيف بيجينا انه الطفل ما عم يسمع؟ نكتشف كل الاستقصاءات السمعيه انه طبيعيه، الطفل عنده طيف من اطياف التوحد، لذلك يجب التنويه عليها. زين، ما بعد القوقعه ما بعد القوقعه؟ الاهم شيء بعمليه القوقعه بكل عمليات الاذن، بكل العالم، انا عملت دلوزات انتهيت. بعمليه زراعه القوقعه بدينا وليس انتهينا، زرعنا بدينا، طريق طويل ياخذ عده سنوات، يتطلب شغل من الفريق اخصائي السمعيات موضوع البرمجه واخصائي النطق، تدريب النطق، وللاهل دور كبير جدا. يعني الدرس اللي بياخذوه بالمشفى دبي بده يعيدوه شي 10 مرات بالبيت، وصار في برامج بيستعملوها بالبيت. نعم. وبالتالي دور الاهل كثير كبير، الطريق طويل ياخذ من عده سنوات ليرجع الطفل. شو الغايه من عمليه الزرع؟ هو اعاده حاسه السمع، كثر خير الله صار في له حل. اثنين، بدنا الطفل بعد فتره يروح على المدارس الطبيعيه. في دراسه بانجلترا لقوا بعد سنتين 50% من اطفالهم راحوا على المدارس العاديه. نعم. مو مدارس الصمول بكلم، وبعد 5 سنين 75% منهم راحوا على المدارس العاديه. فاذا بدنا الطفل يتغلب على هالمشكله هي ويروح كبقيه الاطفال على المدارس العاديه. اعزائي المشاهدين، فاصل وبنعود لكم مره ثانيه ونسمع دور الدكتور محمد، خليكم معنا. وصلنا للفقره الاخيره من برنامجكم فيتامين. اعزائي الاهل اللي عندهم اطفال عملوا عمليات زراعه قوقعه، عليهم انهم ينتبهون للكلام اللي يقوله الاطباء بعد شو او بعد كل زراعه، لان 80% من نجاح العمليه او عمليه زراعه القوقعه تعتمد على فتره ما بعد العمليه، لانها تاهيل طبي ونفسي وعلمي. يعني يتم تدريب الطفل على سماع الاصوات، لان هناك اطفال يسمعون الاصوات لاول مره، وهذا ممكن يسبب لهم مشكله كبيره اذا كانت برمجه الجهاز غير دقيقه او مناسبه. على العموم نحن تكلمنا كثير، طبعا العناية بالجهاز مهمة جدا لأنه بيرافق الطفل أو الكبير مدى الحياة. خلونا نعرف مرة ثانية دكتور محمد، تكلمنا عن مسألة يعني دوركم أنتم في مسألة ما بعد القوقعة. تمام، إحنا دورنا ممكن ألخص دورنا سريعا كده. إحنا دورنا بيبدأ من قبل العملية، بنعمل تقييم كامل للطفل. أثناء العملية بنكون موجود أثناء العملية لنتأكد أن الجهاز المزروع مزروع كويس داخل القوقعة مش برا القوقعة أو محتاج تعديل. بعد العملية بيبقى دورنا كالآتي، أن الطفل بعد العملية من أسبوعين إلى ثلاثة لما الجرح الخارجي يلتئم. طبعا برضو يعني حاجة برضو بينها للجمهور، هي القوقعة عموما عبارة عن جزئين، جزء بيتزرع داخلي وبيتقفل عليه الجلد من برا ما بقاش باين، والجزء اللي هو الخارجي اللي احنا بنتم برمجته أو بيتعمل له برمجة. فما بيجي الطفل بعد العمليه بننتظر لغايه ما الجرح الخارجي يلتئم تماما، ونبدا ببرمجه الجهاز الخارجي. الجهاز الخارجي اللي هو المعالج الصوتي بيتم اتصاله بالكمبيوتر ويتم برمجته بصوره معينه حساسه جدا بناء عن استجابه الطفل، او استجابه يعني سواء كان المزروع القوقعه طفل او كبير بناء عن استجابته. وبنتاكد ان البرمجه تمام ومظبوطه، وبنعمل فحوصات سمعيه وهو المريض لابس القوقعه على اساس نتاكد ان القوقعه عطيه له الفايده المطلوبه اللي احنا متوقعينها. وبعد كده بيبدا التاهيل الكلامي. كيف يكون هذا التاهيل الكلامي؟ بيزور اخصائي التخاطب على حسب العمر، كل عمر له طريقه معينه في التاهيل. وبيرجع برضو اذا كان الطفل ده هل يا ترى فاقد الكلام نهائيا، ولا كان ضعف السمع ده حصل بعد ما اكتسب الكلام، او لو حتى في شخص كبير بيتكلم وفاقد السمع واضطر ان هو يعمل زراعه قوقعه. كل فئه عمريه وكل درجه كلاميه لها طريقه معينه في التاهيل. التاهيل ده بيبقى عباره عن جلسات في عياده التخاطب، الجلسه تقريبا مدتها في حدود نص ساعه، وبيتم التدرج مع المريض في العلاج التخاطبي. يعني مثلا في البدايه بيبدا مثلا تعريف الطفل ان وجود في صوت موجود حواليه او ما فيش صوت، مجرد بس ان يعرف في صوت او ما فيش صوت. بعد كده بعد ما يقدر يعرف ان في صوت موجود حواليه، يقدر يعمل ديسكريميشن، يبدا يحدد ايه هو الصوت اللي سمعه ده، هل يعني يميز الكلام اللي حواليه او يميز الصوت اللي حواليه. وبعد كده بتبدا التدرج معاه تدريجيا لغايه ما يبدا
يتكلم. طبعا بقى في تاخير شويه عن الناس الثانيه او عن الاطفال اللي هم ممثلين له في السن، بس في الاخر بيبقى الاثنين تقريبا زي بعض، خصوصا اذا عملنا الزراعه في وقت مبكر. دكتور المضاعفات، دكتور جمال، شو المضاعفات اللي ممكن تطلع من العمليه هذه؟ انا حبيت احكي ان العمليه امنه 100%. نعم. الى الان انا اجريت بين بلدي الثاني الامارات وبين سوريا 1025 عمليه ولا اختلاط نهائيا. فاذا امنه 100% ولا يوجد اي اختلاطات. طبعا في اخطار قليله جدا اقل من 1%. ممكن يصير التهابات، الى الان ما صار عندنا بتاع مشفى دبي، حكيته بالحلقه السابقه عن موضوع التعقيم، 100% عندنا التعقيم ولا حادثه صارت عندنا نهائيا. في اهل بيقول لك بصير معه صرع، تنبيه عصبي، ولا شيء نهائيا. على مستوى العالم صار اكثر من نصف مليون عمليه تم اجراءها، ولا الاختلاطات نادره جدا. لذلك العمليه امنه. انتم بتغيروا مستقبل طفلكم 180 درجه، ممكن يحصل تعليم عالي، ممكن يصير طبيب، ممكن يصير اي مهندس، ممكن يدخل اي مهنه. وبالتالي انا برايي وبالتالي على المستقبل البعيد، اول شيء خلصنا من الاعاقه، اثنين هذا الشخص كبر صار طبيعي. نعم. يسمع، وبالتالي سيتزوج من انسانه طبيعيه. عاده الصم بتعرف يتزوجوا من بعضهم، صح، وبالتالي اولادهم طلعوا الصم. فاذا خففنا على المدى الطويل، على اللونج تيرم، خففنا هالاصابه، وبالتالي المجتمع بصير بخير ان شاء الله. زين، ليش العمليه نحن قلنا لازم بعمر مبكر، ليش ما تنفع اذا كان عمر متاخر؟ الفتره الذهبيه لتعلم الكلام واللغه هي اول 5 سنين من العمر. بتخف كثير بين الخمسه والعشره، بكتير خف كثير فوق العشره، لا يعني انه ما بيستفيد، بس الفائده قليله جدا، لانه تجاوز المرحله ما عاد في منطقه، القسم بقشر الدماغ الذي لا يستعمل مثل الهارد ميموري تبع الكمبيوتر، لا يترك بدون استعمال. فاذا تجاوز المرحله ممكن ما يلاقي منطقه بقشر الدماغ تفسر هالموضوع. اجروا دراسه على الـ 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 الاطفال الكفيفين، في شيء اسمه تصوير الدماغ الوظيفي. لقوا بعد فتره منطقه القفويه، المنطقه الخلفيه من الدماغ هي المسؤوله عن الموضوع، اخذتها الكف. بتعرف اللي هن الكفيفين عندهم حاسه اللمس شديده جدا، فاذا منطقه تبع تفسير البصر اخذتها الكف، صار منطقته كبيره انه استعملوها. فاذا بخف كثير المنطقه المركزيه من الدماغ اللي هي مسؤوله عن تفسير الاصوات. يجب اجراء العمليه اكتشاف الحاله باكرا ما امكن. إذا احتاج العملية إجراء العملية باكر ما أمكن، وأحسن بعمر السنة. ها دكتور، عندك أي إضافة على الكلام؟ لا، هو طبعا أنا أضيف جدا يعني الجزء المهم جدا اللي هو الفترة الذهبية في عمر الطفل اللي احنا بنقول عليها دايما من 3 إلى 5 سنوات. بعد ال5 سنوات بتكون نسبة الفايدة في زراعة القوقعة بتقل تقريبا بنسبة 50%. فطبعا أنا أنصح كل أب وكل أم عندهم أطفال صغارين شاكين عندهم مشاكل في السمع بالإسراع بفحص السمع، لأن كل ما يلحقوا بدري كل ما يكون النتيجه طبعا احسن. زين، احنا تكلمنا عن دور الوالدين مثلا في التعامل مع الاطفال اللي تمت زراعه القوقعه بالنسبه لهم، اما بالنسبه للمدارس او رياض الاطفال كيف يتعاملون مع الطلبه من طبعا اللي عندهم قوقعه؟ طبعا في حاجات معينه ممنوع التعرض ليها بعد زراعه القوقعه، من ضمن الاشياء ديت اي مجال مغناطيسي، يعني دايما خصوصا اي مريض بيعمل زراعه قوقعه عندنا بنديله كده اي دي او كارت معين مكتوب فيه طبعا اسم الطفل وانه عامل زراعه قوقعه وما يتعرضش لاشياء معينه، اي مجال مغناطيسي، ولو تعرض لا سمح الله لاي تروما مثلا لو وقع في المدرسه ودوه للمستشفى يبقوا عارفين ان هو عامل زراعه قوقعه، ممنوع ان هو يتعرض لاشعه رنين مغناطيسي. ممنوع مثلا في المدرسه بيتم التحاقه في المدرسه اذا كانت مدرسه عاديه او مدرسه ضعاف سمع. لو مدرسه ضعاف سمع دايما الاطفال كلهم اللي قاعدين في الكلاس بيبقوا كلهم نفس المشكله، فبقى عندهم سبيشال كير معينه. نعم. انما لو هي مدارس عاديه دايما بنلفت نظر الاب والام انهم يلفتوا نظر المدرسين او الاداره في المدرسه ان الطفل عنده مشكله معينه، ولو في اي حاجه يراجعوا الاب والام. زين دكتور، طبعا الانسان الطبيعي اللي ما عنده زراعه القوقعه ممكن طبعا يصاب بامراض كثيره للاذن. اذا واحد عنده زراعه مثلا عنده قوقعه كزراعه القوقعه، نعم، هل ممكن الاصابه بالنسبه له يصاب إذا أصيب بمرض معين للإذن، هل له تأثير مخالف عن الإنسان العادي اللي قوقعته طبيعية مش مزروعة؟ هلا إذا صار التهابات بالإذن الوسطى بعد العملية هي منخاف منها كثير، لذلك يجب معالجتها بشكل مبكر، بنسميها بشكل أجريسيف، بشكل هجومي. نعم. بظل القوقعة جسم أجنبي موجود ضمن الجسم، إذا اشتغلت البكتيريا أو الجراثيم حواليه ممكن تصير مشكلة، وبالتالي ممكن يأثر على الجهاز، أوقات نضطر إنك تقيم الجهاز تحط واحد غيره.
لذلك الطفل اللي عامل زراعة إذا اشتكى من آلام بالأذن وخاصة مع ترافق حرارة يجب زيارة الطبيب فورا، والبدء بمضادات حيوية بجرعات عالية حسب العمر والوزن، وبالتالي نوقف الالتهاب ما تطور حالي أكثر من هيك. لأن وبالنسبة للأطفال اللي ممكن يروحون يعومون، هل العوم بالنسبة لهم؟ العوم بتقيم بتقيم الجهاز الخارجي، ما في أي مشكلة نهائياً. هي كيف تكون؟ هل هي موصولة بجهاز خارجي؟ مثل ما ذكرنا العملية عبارة عن زرع قسم الداخلي، القسم الخارجي بيشبه السماعة. هلا حتى في جهاز جديد دائري ما له أي جهاز خلف الأذن، وبالتالي ممكن يطلع الشعر فوقه ما يبين نهائياً. الموضوع اللي حكينا على المدارس، الطفل يجب تجنب رياضة الاحتكاك، كونتاكت سبورت ما في نهائياً، كرة قدم، سلة، أي فيها احتكاك مع شخص ثاني يجب إيقافه. بنعلم الطفل تنس، بينج بون، يلعب أي رياضة ما في احتكاك مع شخص ثاني. فإذا هذا التوجيه في المدرسة ممكن يقع على جهة معينة، هلا يقع هاي ما فينا نوقفها، بس بينما موضوع رياضة الاحتكاك اللي فيها احتكاك مع شخص ثاني ممنوع يلعبها. نصيحة أخيرة دكتور بالنسبة للمشاهدين، نصيحة في مجالك، نصيحة في أي شيء، نصيحة عامة بالنسبة تشوفها مهمة جدا أن أوصلها للجمهور أو للمشاهدين. بالإسراع وعدم التأجيل، لأن في ناس كتير جدا بيبقوا شاكين أولادهم أو أطفالهم عندهم مشاكل في السمع وما بيكشفوش عليهم، فالإسراع أو تدخل مبكر مهم جدا، فدي النصيحة الأخيرة. دكتور جمال نصيحتك الأخيرة؟ اكتشاف مبكر، تدخل مبكر، تساعدوا بطفلكم أنه يرجع طبيعي. نرجع بنحكي عدم استعمال أعواد الأذان، يجب أنه يطلع تعميم وزارة الصحة يكتب على أعواد الأذان يمنع استعمالها داخل الأذان. عم نشوف كثير اصابات رديه، هي تستعمل للانف للميك اب مش للاذن. الاذن الله خلقها 90% من الاشخاص بتنظف نفسها بنفسها ولا حاجه، وهذا في ناس بيظنوا انه هذا وسخ، هذا مش وسخ، هي ماده اسمها الصملاخ الله خلقها لتعقم الاذن، فاذا هي مش غبار ولا وسخ بس. شكرا دكتور جمال، شكرا دكتور محمد، اتقدم بالشكر الجزيل لضيوفنا دكتور محمد والدكتور جمال، ومن هنا من باحه مستشفى دبي اتمنى الشفاء لجميع المرضى، واتمنى نكون قدمنا معلومات مفيده للاهل وكل طبعا المستخدمين للقوقعة الاصطناعية. فريق برنامج فيتامين وأنا دكتور علي سنجل وكل طاقم مستشفى دبي بتمنى لكم الصحة والعافية، إلى اللقاء. شكرا دكتور، شكرا، شكرا، يعطيكم الصحة والعافية.
بيتكلم وفاقد السمع واضطر ان هو يعمل زراعه قوقعه، كل فئه عمريه وكل درجه كلاميه لها طريقه معينه في التاهيل. التاهيل ده بيبقى عباره عن جلسات في عياده التخاطب، الجلسه تقريبا مدتها في حدود نص ساعه، وبيتم التدرج مع المريض في العلاج التخاطبي. يعني مثلا في البدايه بيبدا مثلا تعريف الطفل ان وجود في صوت موجود حواليه او ما فيش صوت، مجرد بس انه يعرف في صوت او ما فيش صوت. بعد كده بعد ما يقدر يعرف ان في صوت موجود حواليه، يقدر يعمل ديسكريمينيشن، يبدا يحدد ايه هو الصوت اللي سمعه ده، هل يعني يميز الكلام اللي حواليه او يميز الصوت اللي حواليه. وبعد كده بتبدا التدرج معاه تدريجيا لغايه ما يبدا يتكلم. طبعا بقى في تاخير شويه عن الناس الثانيه او عن الاطفال اللي هم مماثلين له في السن، بس في الاخر بيبقى الاثنين تقريبا زي بعض، خصوصا اذا عملنا الزراعه في وقت مبكر. دكتور، المضاعفات دكتور جمال، شو المضاعفات اللي ممكن تطلع من العمليه هذه؟ انا حبيت احكي ان العمليه امنه 100%. نعم. الى الان انا اجريت بين بلدي الثاني الامارات وبين سوريا 1025 عمليه ولا اختلاط نهائيا. فاذا امنه 100% ولا يوجد اي اختلاطات. طبعا في اخطار قليله جدا، اقل من 1%. ممكن يصير التهابات، الى الان ما صار عندنا بتاع مشفى دبي، حكيته بالحلقه السابقه عن موضوع التعقيم، 100% عندنا التعقيم، ولا حادثه صارت عندنا نهائيا. في اهل بيقول لك بصير معه صرع، تنبيه عصبي، ولا شيء نهائيا. على مستوى العالم صار اكثر من 500,000 عمليه تم اجراءها، ولا الاختلاطات نادره جدا. لذلك العمليه امنه. انتم بتغيروا مستقبل طفلكم 180 درجه، ممكن يحصل تعليم عالي، ممكن يصير طبيب، ممكن يصير اي مهندس، ممكن يدخل اي مهنه. وبالتالي انا برايي، وبالتالي على المستقبل البعيد، اول شيء خلصنا من الاعاقه، اثنين هذا الشخص كبر صار طبيعي. نعم. يسمع، وبالتالي سيتزوج من انسانه طبيعيه. عاده الصم بتعرف يتزوجوا من بعضهم، صح، وبالتالي اولادهم طلعوا الصم. فاذا خففنا على المدى الطويل، على اللونج تيرم، خففنا الاصابه، وبالتالي المجتمع بصير بخير ان شاء الله. زين، ليش العمليه نحن قلنا لازم بعمر مبكر، ليش ما تنفع اذا كان عمر متاخر؟ الفتره الذهبيه لتعلم الكلام واللغه هي اول 5 سنين من العمر. بتخف كثير بين الخمسه والعشره، بكتير خف كثير فوق العشره، لا يعني انه ما بيستفيد، بس الفائده قليله جدا، لانه تجاوز المرحله ما عاد في منطقه. القسم بقشر الدماغ الذي لا يستعمل، مثل الهارد ميموري تبع الكمبيوتر، لا يترك بدون استعمال. فاذا تجاوز المرحله ممكن ما يلاقي منطقه بقشر الدماغ تفسر هالموضوع. اجروا دراسه على الـ 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 الاطفال الكفيفين، في شيء اسمه تصوير الدماغ الوظيفي. لقوا بعد فتره منطقه القفويه، المنطقه الخلفيه من الدماغ، هي المسؤوله عن الموضوع. اخذتها الكف، بتعرف اللي هن الكفيفين، صح، عندهم حاسه اللمس شديده جدا. فاذا منطقه تبع تفسير البصر اخذتها الكف، صار منطقته كبيره انه استعملوها. فاذا بتخف كثير المنطقه المركزيه من الدماغ اللي هي مسؤوله عن تفسير الاصوات. يجب اجراء العمليه اكتشاف الحاله باكرا ما امكن. إذا احتاج العملية، إجراء العملية باكر ما أمكن، وأحسن بعمر السنة. ها دكتور، عندك أي إضافة على الكلام؟ لا، هو طبعا أنا أضيف جدا، يعني الجزء المهم جدا اللي هو الفترة هنا. الفترة الذهبية في عمر الطفل اللي احنا بنقول عليها دايما من 3 إلى 5 سنوات. بعد ال5 سنوات بتكون نسبة الفايدة في زراعة القوقعة بتقل تقريبا بنسبة 50%. فطبعا أنا أنصح كل أب وكل أم عندهم أطفال صغارين شاكين عندهم مشاكل في السمع بالإسراع بفحص السمع، لأن كل ما يلحقوا بدري كل ما يكون النتيجة طبعا أحسن. مثلا احنا تكلمنا عن دور الوالدين مثلا في التعامل مع الأطفال اللي تمت زراعة القوقعة بالنسبة لهم، أما بالنسبة للمدارس أو رياض الأطفال كيف يتعاملون مع الطلبة من طبعا اللي عندهم قوقعة؟ طبعا في حاجات معينة ممنوع التعرض ليها بعد زراعة القوقعة، من ضمن الأشياء دي أي مجال مغناطيسي. يعني دايما خصوصا أي مريض بيعمل زراعة قوقعة عندنا بنديله كده اي دي أو كارت معين مكتوب فيه طبعا اسم الطفل وانه عامل زراعه قوقعه وما يتعرضش لاشياء معينه، اي مجال مغناطيسي. ولو تعرض لا سمح الله لاي تروما مثلا، لو وقع في المدرسه ودوه للمستشفى، يبقوا عارفين ان هو عامل زراعه قوقعه، ممنوع ان هو يتعرض لاشعه الرنين المغناطيسيه. ممنوع مثلا في المدرسه، بيتم التحاقه في المدرسه اذا كانت مدرسه عاديه او مدرسه ضعاف سمع. لو مدرسه ضعاف سمع دايما الاطفال كلهم اللي قاعدين في الكلاس بيبقوا كلهم نفس المشكله، فبقى عندهم سبيشال كير معينه. نعم. انما لو هي مدارس عاديه دايما بنلفت نظر الاب والام، انهم يلفتوا نظر المدرسين او الاداره في المدرسه ان الطفل عنده مشكله معينه، ولو في اي حاجه يراجعوا الاب والام. زين دكتور، طبعا الانسان الطبيعي اللي ما عنده زراعه القوقعه ممكن طبعا يصاب بامراض كثيره للاذن. اذا واحد عنده زراعه مثلا عنده قوقعه كزراعه القوقعه، نعم،
هل ممكن الإصابة بالنسبة له يصاب إذا أصيب بمرض معين للإذن؟ هل له تأثير مخالف عن الإنسان العادي اللي قوقعته طبيعية مش مزروعة؟ هلا إذا صار التهابات بالأذن الوسطى بعد العملية هي منخاف منها كتير، لذلك يجب معالجتها بشكل مبكر، بنسميها بشكل أجريسيف، بشكل هجومي. نعم. بضل القوقعة جسم أجنبي موجود ضمن الجسم، إذا اشتغلت البكتيريا أو الجراثيم حواليه ممكن تصير مشكلة، وبالتالي ممكن يأثر على الجهاز، أوقات نضطر إنك تقيم الجهاز تحط واحد غيره. لذلك الطفل اللي عامل زراعة إذا اشتكى من آلام بالأذن وخاصة مع ترافق حرارة يجب زيارة الطبيب فورا، والبدء بمضادات حيوية بجرعات عالية حسب العمر والوزن، وبالتالي نوقف الالتهاب ما تطور حالي أكثر من هيك. لأن وبالنسبة للأطفال اللي ممكن يروحون يعومون، هل العوم بالنسبة لهم؟ العوم بتقيم بتقيم الجهاز الخارجي، ما في أي مشكلة نهائيا. هي كيف تكون؟ هل هي موصولة بجهاز خارجي؟ مثل ما ذكرنا العملية عبارة عن زرع قسم الداخلي، القسم الخارجي بيشبه السماعة. هلأ حتى في جهاز جديد دائري ما له أي جهاز خلف الأذن، وبالتالي ممكن يطلع الشعر فوق وما يبين نهائيا. الموضوع اللي حكينا على المدارس، الطفل يجب تجنب رياضة الاحتكاك، كونتاكت سبورت ما في نهائيا، كرة قدم، سلة، أي فيها احتكاك مع شخص ثاني يجب إيقافه. منعلم الطفل تنس، بين بون، يلعب أي رياضة ما فيها احتكاك مع شخص ثاني. فإذا هذا التوجيه في المدرسة ممكن يقع على جهة معينة، هلا يقع هي ما فينا نوقفها، بس بينما موضوع رياضة الاحتكاك اللي فيها احتكاك مع شخص ثاني ممنوع يلعبها. نصيحة أخيرة دكتور بالنسبة للمشاهدين، نصيحة في مجالك، نصيحة في أي شيء، نصيحة عامة بالنسبة تشوفها مهمة جدا أن أوصلها للجمهور أو للمشاهدين. بالإسراع وعدم التأجيل، لأن في ناس كتير جدا بيبقوا شاكين أولادهم أو أطفالهم عندهم مشاكل في السمع وما ما بيكشفوش عليهم، فالإسراع أو تدخل مبكر مهم جدا، فدي النصيحة الأخيرة. دكتور جمال نصيحتك الأخيرة؟ اكتشاف مبكر، تداخل مبكر، بساعدوا بطفلكم أنه يرجع طبيعي. نرجع بنحكي عدم استعمال عواد الأذان، يجب أنه يطلع تعميم وزارة الصحة يكتب على عواد الأذان يمنع استعمالها داخل الأذان. عم نشوف كتير إصابات ردية، هي تستعمل للأنف للميك أب مش للأذن. الأذن الله خلقها 90% من الأشخاص بنظف نفسها بنفسها ولا حاجة، وهذا في ناس بيظنوا أنه هذا وسخ، هذا مش وسخ، هي مادة اسمها الصملاخ الله خلقها لتعقم الأذن، فإذا هي مش غبار ولا وسخ. بس. شكرا دكتور جمال، شكرا دكتور محمد، أتقدم بشكر الجزيل لضيوفنا دكتور محمد والدكتور جمال، ومن هنا من باحة مستشفى دبي أتمنى الشفاء لجميع المرضى، وأتمنى نكون قدمنا معلومات مفيدة للأهل وكل طبعا المستخدمين للقوقعة الاصطناعية. فريق برنامج فيتامين وأنا دكتور علي سنجل وكل طاقم مستشفى دبي نتمنى لكم الصحة والعافية، إلى اللقاء. شكرا دكتور، شكرا جزيلا، شكرا، شكرا، يعطيكم الصحة والعافية.